أهلا وسهلا بكم في بيت العرب. بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة اليمنية 24، يسعد قطاع الإعلام بالجامعة العربية أن ينظم معرض وثائقي مصور بهذه المناسبة. نبتدي المعرض بصور تاريخية عن مشاركة اليمن في الاجتماعات التأسيسية لجامعة الدول العربية، ومنها بروتوكول الإسكندرية، ومن بعد اجتماع القمة الأول اللي عقد في زهراء أنشاص بجمهورية مصر العربية بحضور الدول المؤسسة السبعة. وبتظهر معنا مجموعة صور تانية لفخامة الرئيس عبد الله السلال مع الزعيم جمال عبد الناصر بمناسبة انعقاد القمة العربية الأولى سنة 1964. وبيظهر معنا مجموعة صور أخرى لفخامة الرئيس عبد الرب منصور في القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالكويت. دي مجموعة وثائق من محفوظات الأمانة العامة للجامعة العربية، خاصة بتوقيع المملكة اليمنية على محضر الانضمام لجامعة الدول العربية وعلى ميثاق الجامعة العربية، والرسائل المتبادلة ما بين الجامعة العربية في وقتها وما بين المملكة اليمنية وما بين رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والمملكة اليمنية.